في نقطة مهمة فيما يتعلق بالدور الألماني. الدور الألماني في عهد ميركل يلاحظ عربيا أنه أكثر انحيازا لإسرائيل مما كان عليه في عهد شرودر. لماذا تغيرت السياسة الألمانية فيما يتعلق بالتوازن بين العرب وإسرائيل؟ طيب يعني كل سياسي عنده لون معين يعني أو يميل أكثر لجانب معين أو لجانب تاني، ولكن أنا بعتقد أنه الفرق مش كبير بهالقد. لحكومة شرودر مثل ما هي لحكومة ميركل هناك بعض الثوابت، ويمكن أهم من هذه الثوابت أننا نريد إسرائيل يكون آمن، ونصر في نفس الوقت أن أمن إسرائيل يجي من خلال السلام مع العرب مع جيران إسرائيل. يعني ما نأخذ قول بعض الإسرائيليين أن أمن إسرائيل يجي من خلال السيطرة على الفلسطينيين أو على جيرانه. طيب ما الذي تقومون به في الجانب الآخر؟ فأنا بعتقد أنه مستشارة ميركل مؤمنة بهذه الثابتة مثل لكنها تركز دائما على أمن إسرائيل ولا تركز على حقوق الفلسطينيين. هي النقطة هنا ليس فقط التركيز ولكن منح الفلسطينيين الحق في الحياة. صحيح، وأنا معك أنه يعني كل البشر يعني نعم. فلسطينيين مثل الإسرائيليين مثل اللبنانيين ومثل الأوروبيين، لكن في سياساتكم يعني ليسوا كذلك. ما في شك أنه العلاقات الألمانية مع إسرائيل أقوى وأعمق من تقريبا أي علاقات ألمانية مع بلد خارج أوروبا ويمكن الولايات المتحدة. هل هذا يعود إلى الشعور الألماني بالذنب تجاه اليهود ويعني الحياة في التاريخ وليس الحياة في الجغرافيا كما هي الآن؟ خلينا نقول هذا يعود إلى التاريخ المشترك بين اليهود الأوروبيين والألمان، يهود كانوا أو غير يهود. هذا يعود أكيد إلى الشعور بمسؤولية لما حدث بالمحركة وقت النازي في ألمانيا، وهذا يعود بعد ذلك إلى علاقات عميقة جدا على تقريبا كل المستويات، ثقافية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. وأنا يعني شخصيا بقول يعني ما في أي غلط في هذه العلاقات. الغلط في عدم وجود نفس العلاقات مع الفلسطينيين أو اللبنانيين أو السوريين أو غيرهم. يعني المطلوب ليس علاقات أقل مع إسرائيل ولكن علاقات أحسن وأعمق مع باقي الشعوب. ما هي المجالات في هذا لو خدنا في إطار الفلسطينيين كطرف آخر الآن؟ أنتم كألمان قمتم بترتيب المفاوضات بين حزب الله والإسرائيليين فيما يتعلق بعض ما يتعلق بموضوع الأسرى، وربما تلعبون دورا في هذا الموضوع، لكن فيما يتعلق بحماس هل يمكن لألمانيا أن تلعب دورا فيما يتعلق سواء بعلاقة حماس مع فتح أو في ترتيب علاقة لحماس مع إسرائيل في ظل ما يقال أن إسرائيل لن تجد في النهاية إلا حركة حماس لتتفاوض معها؟ والله نظريا هذا ممكن، بالواقع أنا ما بعرف. يعني أنت بتعرف أن هذه العلاقات والمفاوضات اللي أجريت بين إسرائيل وحزب الله بعدة مناسبات يعني كانت علاقات مخابراتية يعني فمش سياسية، ولذلك أنا ما بعرف تفاصيل. نظريا هذا ممكن في يمكن أكثر من جبهة، لأنه ألمانيا يعني رغم ما قلت عن ميول أو ما يسمى ميول ميركل للجانب الإسرائيلي، ألمانيا عندها ثقة بأكثر من جانب أو أكثر من جانب عندها ثقة للألمان في الشرق الأوسط. فحزب الله كان عندها ثقة كما يبدو، إسرائيل عندها ثقة بالألمان. ففي هذه الظروف ألمانيا تستطيع أن تلعب دور، هذا الدور محدود أكيد،
ولكن يعني غير محدوديتها يمكن كانت محدودة. من يحدد هذا الدور؟ هل الألمان يمكن أن يحددوا لأنفسهم دورا في الشرق الأوسط؟ أما أمريكا هي التي لا تحدد يعني أمريكا للألمان أمريكا المساحة التي تلعب يعني فيه. مثلا في هذه الأحداث وفي هذه الحالات أنت حكيت أنا أمريكا ما عندها دور. هذا شيء بين كانت أشياء بين لبنان وحزب الله وإسرائيل والألمان ويمكن سوريا وإيران كمان يعني دخلت في الصورة. فإذا في الثقة المطلوبة فجهات أجنبية مثل الألمان تستطيع أن تعمل. حتى أغلق ملف حماس، كيف تنظر الآن إلى ما ينبغي على أوروبا أن تتعامل به تجاه حركة حماس؟ يعني أصلا بطلت أن أوروبا ما عندها علاقات مع أحزاب وحركات، أوروبا عندها علاقات مع مؤسسات رسمية ومع دول، إذا كانت في الدول تمام فلسطين بعده ليس دولة. ولكن أنا بطأت أنه الأوروبيين مش فقط الأوروبيين تقريبا كل العالم يعني عملت خطأ لما قطعت العلاقات الرسمية مع السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس بانتخابات 2006. ف يعني هذا تم. في سنة 2007 لما الحكومة السعودية حاولت أن تخلق حكومة وحدة وطنية في فلسطين، الأوروبيين صاروا يعيدوا النظر بهالمسألة وصاروا يشتغلوا من جديد مع المؤسسات الرسمية. ليش أنا بقول أنه غلط؟ لأنه إحنا يعني خاصة كألمان والأوروبيين بشكل عام كنا ندعم بناء المؤسسات، خاصة بناء المؤسسات في الدولة الفلسطينية المقبلة. نعم. فكنا مصيرين مثلا ببعض الدروت ضد ياسر عرفات مثلا. نعم. أنه المؤسسات تأخذ محلة ومش يعني زعيم فقط، يعني حتى أمور إدارية يعني وين تروح المساعدات المالية يعني لمصرف رسمي أو للشخص. نعم. فكنا مصيرين جدا على بناء المؤسسات، ولذلك هذا رأيي شخصي، ولكن أنا أعبر عنه دائما يعني وعبرت عنه أنه كان لازم يعني نزل على سلة وعلى على علاقة مع الحكومة الفلسطينية حتى بعد فوز حماس، وخاصة بعد ما أنشئ الحكومة الائتلاف الوحدة الوطنية. طبعا الفلسطينيين كمان ما ساعدوا كتير، ما صار في غزة بعدين، وطريقة إنهاء حكومة الوحدة الوطنية كارثة للفلسطينيين وكارثة أنا بطأت للثقافة السياسية العربية. أنتم كألمان ما هو موقع الشرق الأوسط في سياستكم الخارجية؟ الشرق الأوسط جزء من الجوار، فأكثر مما كان بسابق، لأنه حاليا يعني نتيجة التطورات الجيوسياسية في داخل أوروبا تقريبا حدودنا الخارجية على المتوسط، على البحر الأبيض المتوسط، يعني ما في حدود بيناتنا والشط الإيطالي والشط الفرنسي. فلذلك كل الأمور اللي تخرج من الشرق الأوسط إلى أوروبا تقريبا دخلت المجال الأوروبي، وهذا يعني المجال الألماني. ولذلك الاهتمام بأمور شرق أوسطية ازداد عند الألمان. كان في وإحنا حكينا على الموضوع دائما اهتمام بإسرائيل، ولكن أنا بطأت من خلال 10-15 سنة الماضية الاهتمام بالشرق الأوسط بشكل عام ازداد. طبعا ألمانيا مش موجودة على كل الجبهات. نعم. الجبهات مثلا يعني فيما يتعلق بالعراق إحنا ما عندنا وجود، ما عندنا دور، لكن تقوم بتدريب القوات العراقية في الإمارات. صحيح، ولكن هذا دور جدا محدود، وكمان يعني نقوم بتدريب إذا وسعنا الشرق الأوسط قليلا بعض القادة وبعض البرلمانيين إلى آخر، يعني في سيمينارات ودورات إلى آخر. ولكن إذا مثل ما تفضلت إذا شفنا الشرق الأوسط أكبر شوي وذهبنا إلى أفغانستان وجدناكم هناك، عندنا دور بإيران مهم. ما طبيعة دوركم في إيران؟
في إيران، يعني إحنا جزء أساسي بالمفاوضات الأوروبية مع إيران. فأنا بتأكد، وطبعا هذا ما فينا نثبته، ولكن لولا الدور الألماني ولولا الدور الأوروبي هل 3 سنوات الأخيرة، فكنا رأينا حرب أمريكية إيرانية في هذا الوقت. النقطة المهمة الآن إن أمريكا قبل 10 سنوات أيضا في هذا الجانب أعلنت عن دعم مشروعات للديمقراطية في الشرق الأوسط، ثم حينما صعدت حماس إلى السلطة توقف مشروع أمريكا وسط تحذيرات كثيرة من أن الديمقراطية في الشرق الأوسط تعني وصول الإسلاميين إلى السلطة. أنتم كأوروبيين هل لديكم مشكلة في أن تتعاملوا مع حكومات في المنطقة قادمة بخلفية إسلامية؟ إحنا نتعاون مع حكومات عندها خلفية إسلامية. إحنا نتعاون مع السعودية مثلا ما عندها خلفية إسلامية. إحنا نتعاون مع حكومة إيران ما عندها خلفية إسلامية. هذا يحدث. إذا كانت حكومة بخلفية إسلامية ثابتة مستقرة، وخاصة إذا سياستها الخارجية تؤدي إلى استقرار بالمنطقة مثل الحكومة السعودية، ما عندنا مشاكل أبدا. ما هو مثل الحكومة، لا أقصد الحكومة السعودية، لأن الحكومة السعودية ترفع لافتات إسلامية لكن سياسة الدولة لها وضع آخر، لكن أنا أسألك تحديدا. أنا سياسة واقعية بالنهاية، بس يعني ما كنت أريد أن أقول، يعني ما عندنا مشكلة مع إيديولوجية الناس إذا هم إسلاميون بتفكيرهم أو إيديولوجيتهم، ولكن سياستهم واقعية، ليش ما نشتغل معه ونتعاون أكثر وضوحا؟ أقول لك، هل لديكم استعداد الآن إذا حركة مثل حماس فازت ويمكن أن تشكل حكومة، يمكن أن تستقر الأوضاع، أن تتعاملوا معها؟ الإخوان المسلمين في الأردن، في مصر، في اليمن، في هذه الدول، هل عندكم استعداد أن تتعاملوا مع هؤلاء، أم ستظلون تحاربون خيار الشعوب العربية إذا اختارت غير الحكام الذين يدينون بالولاء للغرب أكثر من الولاء لبلدهم؟ لا، أنا ما بتأكد أنه سنختار للشعوب العربية من يحكمون. إذا الشعوب العربية يختارون قوة سياسية باتجاه إسلامي وهذه الحكومات تقوم بسياسات مقبولة دوليا، يعني تحافظ على الاستقرار الدولي، تحافظ على علاقاتهم مع جيران تبعهم، فما مشكلة عندنا للتعاون معهم. يمكن عندنا ملاحظات على قوانين مشتركة معينة، على تصرفات معينة، فسنحكي معهم، يمكن نعارض على بعض سياساتهم، قد تكون العلاقات أوثق أو مش وثيقة جدا، ولكن المهم علاقات مع جوار، تصرف بمجال الدولي، تصرف بمجال حقوق الإنسان. فحتى مع حكومة حماس احنا حكينا عن الموضوع، وانا قلت لك انه انا كنت على اختلاف مع الموقف الرسمي لهذا البلد والاتحاد الأوروبي، ولكن حتى مع حكومة حماس لو تصرفت شوية أقلاني أكثر، بعتقد انه كانت ممكن ان فتحنا حوار معهم. فماذا طلبنا منهم؟ يعني بدرجة أولى أنه ما يستخدموا العنف ضد إسرائيل أو ضد أي طرف تاني، والقبول بالاتفاقيات التي أبرمت بسابق بين السلطة الفلسطينية.